السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في مراعي رشاد. أود أن أتطرق لبعض المواضيع وسوف أحاول أن أقتصر الموضوع حتى لا أطيل عليكم. المرشحين عرفتهم الآن، في الحقيقة هم مرشحين اللي كانوا مع النظام، ماشي بطريقة غير مباشرة، ولكن كانوا مع النظام، اللي كان وزير أول، اللي كان رئيس، اللي كان وزير، اللي كان مع الموالاة. فبالتالي كما يقولون هم، تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. اليوم نرى أن النظام يجدد نفسه، أن من يتم ترشيحهم عفوا للانتخابات المقبلة هم في الحقيقة إلا دمية في يد العسكر. علاش دمية؟ لأنه هاد الناس، هل يعني واحد يأمن باللي رجل كما ميهوبي ولا بن فليس ولا بن قرينة ولا عبد العزيز، كما يقال العاهات الخمس، قدروا يلموا 50,000 إمضاء؟ سمعت بن فليس يقول في مؤتمر صحفي باللي الشارع ما فيهش استفتاء، يعني كيفاش تقدروا تقولوا باللي استفتاء شعبي؟ للأسف ماشي راه يشوف كما مش كما راه ماشي راه يشوف الكاهن صالح، راهم معميين هاد الناس، ماشي راه يشوف باللي الجزائريين يخرجوا بالملايين في الجمعة الفارطة، أي واحد نوفمبر، كانت يعني باش من زيدوش ولا باش من بالغوش، أعظم جمعة خرج فيها الجزائريين بالملايين، نقدر نقولوا من 15 إلى 20 مليون. نقدر نقولوا بلي 20 مليون تمثل تقريبا 80% من الطبقة الناخبة، لأنه نقولوا 20 قعدوا في الدار، أطفال صغار، نساء ما يقدروش يخرجوا لأنهم عندهم أطفال صغار، ولكن الأطفال الصغار ما يفوتيوش. فإذا قسينا هذه الفئة اللي قل من 18 عام والناس اللي كبار في السن اللي بالك ما يفوتيوش أصلا، فنوصلوا يعني بدون مبالغة مرة أخرى إلى 70 إلى 80% من الشعب الجزائري الذي لا يفرض يرفض هذه الانتخابات، يرفضها جملة وتفصيلا. ما كاش انتخابات مع العصابات، ودولة مدنية ماشي عسكرية، والقايد صالح والبن صالح لابوبال. بن فليس ما سمعتش هذه الشعارات؟ مالا بن فليس، إذا كان عندك 50,000 إمضاء خرجهم، بيننا باللي كاين شعب آخر، بلا كاين شعب واحد آخر ما شفناهش، خرج 50,000، كل المرشحين الخمس يخرجوا 50,000. يا سيدي المرشحين كانوا 12، يعني 12 في 50,000، مليون و100 مواطن اللي مضاو عطاكم الاستمارة ديالهم، خرجوا مليون من هاد الناس اللي راهم باغيين الفوط. أتحدى بن فليس ما يخرج 10,000، ولا بن قرينة، ولا كاع هاد المترشحين يخرجوا، قولوا أخي خرجوا لنا غير 10,000، ويعني بدون حشمة، بدون حياء، تقول للصحفي على هذاك الحراك ولا الناس اللي راه تخرج استفتاء. بطبيعة الحال استفتاء، نعم، إن لم يكن استفتاء وكان هذا النظام كره دار الانتخابات في 4 جويلية. فبالتالي إخواني وإخواتي، ما نغلطوناش، هذا النظام يجدد نفسه، نظام يبقى عسكري في قلبه، في عظمه، في كيانه يبقى عسكري. شوفوا قايد صالح يجيه زغماتي ويقول له بالفرنسية il faut aller jusqu'au bout، يعني روح إلى أبعد الحد، أبعد الحدود، إلى أقصى الحدود. وزغماتي يقول له mille merci، يعني نشوفوا أيضا أنه في البروتوكول للوزير من المفروض أنه يسلم على الوزير الأول، الوزير الأول كان وراء القايد، يعطيكم تعطيكم نظرة شكون اللي راه يحكم الآن في الجزائر.
فاذا كان زغماتي راه يشكر ميل ميرسي، الف شكر للجنرال، فما بالكم الرؤساء اللي ما عندهم كما قلت لكم ما يخرجوش 10,000، ما يخرجوهمش. لمن يروح الولاء ديالهم؟ لمن يسمعوا له اوامر، اوامر تاع الشعب؟ في المرشحين الخمس ما كاش واحد ندد بالعنف اللي راه يمارس على القضاء، على القضاة، ما كاش واحد احتج على الاعتقالات بالمئات. ضد ناس ذنبهم الوحيد انهم ضد العهده، ضد هذه الانتخابات تاع 12 ديسمبر، ضد الدوله العسكريه. باغي يفهمونا باللي من بعد 12 ديسمبر كبعض الابواق اللي راها تقول حنا انا ماشي راني من يعني من سانتش رئيس، ولكن لازم نروحوا للانتخابات. واش هذا الاستغباء؟ واش هذا التحميرات كما قال لك بالدارجه. الجزائر في مرحلة مفصلية محورية، ما عدناش بالفرنسية يقولوا انا با لو دووا ا ليغور، ما نقدروش نغلطو، ما نقدروش نتراجعو، لانه كان تراجعنا ونرجعوا على مطالبنا الأساسية وهي دولة مدنية ماشي عسكرية، رفض هذه الانتخابات والطلب من أن قيادة الجيش ترجع للثكنات. فالجزائر في حقيقة الأمر، وراكم تعرفوها بلا ما نقول لكم، نروحوا إلى سنين، عشرات السنين، عقود من واش عشناه تحت الطغمة الحاكمة في الجزائر منذ 1962، يعني ماشي غير في بوتفليقة. تطرقت للقضاء، للقضاة. إخواني الكرام، أخواتي، يجب أن نساند القضاء. نعم، بعض الناس يقول لك القضاة وكانوا عصا في أيد هذه العصابة. نعم، هذه واحد ما يقول لا، موافقين هذا الطرح، ولكن في المعارك اللاعنفية، النظام عبارة عن أعمدة، وعمود القضاء من أهم الأعمدة، فيجب أن نرحب بالقضاة، أنهم نفتح لهم يدينا، نقول لهم مرحبا بكم في الحراك، مرحبا بكم في وسط شعبكم. نعم غلطتوا، ولكن نقدروا نسمحوا هذه الأخطاء. ولكن الحاجة اللي ما نقدروش، الحاجة واحد راه يخاف منها، انه نبداو نقسيو الناس، لا هذاك كان يضرب وهذاك كان يحكم بالباطل وهذاك فاسد الى اخره، نلقاو روحنا في صراعات ما بيننا، ونخليو الصراع الاساسي وهو اسقاط دولة العسكر، اسقاط هذه الطغمة التي تتحكم على الجزائر منذ 1962، اسقاط هذه المنظومة التي حقيقة نخرها الفساد، البيستون، سوء الأداء، الكفاءات الرديئة في كل المستويات. ما خصناش نغلطوا في المعركة اللي رحنا نديروها اليوم. المعركة ديالنا هو إسقاط هذه الطغمة الحاكمة، إسقاط عصابة الجنرالات، إسقاط الجنرالات اللي راهم يتحكموا في البلاد وفي كل مفاصل الدولة حقيقة، ورحنا نشوفها، يعني كل واحد راه يشوفها جليا اليوم. فبالتالي يجب مساندة القضاة، خاصنا نقعد نوقفوا معهم كما الشعب وقف مع الطلبة، كما الشعب وقف مع المعتقلين، كما الشعب وقف مع المحجورين والمهمشين إلى آخره. يجب حقيقة أن نوحد صفوفنا. نعم أخطأ، درنا كاع أخطأ، شكون ما دارش الخطأ؟ درنا كاع أخطأ، كاين الناس دارت أخطأ جثيمة، ولكن ماشي هذا هو الوقت. الوقت أن نتوحدوا، أن يكون عندنا اللحمة تاعنا اللي باش نبدلوا هذا النظام الفاسد. ما خصناش، خصنا نخسروا عليهم 12 ديسمبر، خصنا نخسروا عليهم بالإضرابات، بالمهراز، بالكلاكسون، إضرابات شاملة. بطبيعة الحال نشوفوا الآن السوناطراك والحمد لله راها اصطفت مع الحراك أيضا،
سونا الغاز، الارزو، هذا شيء مهم. يجب زعزعة هذا النظام، يجب زعزعة أعمدته، وهي القضاء، ولكن الاقتصاد، البترول والغاز. يعني هذا هو الدخل الوحيد لهذا النظام الفاسد. فعلينا حقيقة في هذا الشهر المبارك، الشهر الذي هو بداية انهيار هذه المنظومة الفاسدة، هو التصعيد. إضرابات بطبيعة الحال محدودة، وخاصة محدودة على القطاعات كالبترول، كالغاز، كأرزو. بطبيعة الحال الإضرابات ما تكونش تضر المواطن، يعني تكون يوم يومين 3 أيام، ولكن تكون مركزة على القطاعات اللي تضر بهذا النظام، اللي تنخر في الأعمدة ديالو، واللي باش تطيحه. هذا هو الهدف. فباش ما نطولش عليكم، النقطة الثالثة: غدا هناك موعد مع مسيرة الطلبة. نرجو حقيقة أنه الطلبة كان بدأ يتمشى معهم الشعب، ولكن يجب أن ترجع الثلاثاء كالجمعة، في الزخم، في العدد، في قوة الشعارات، في الثبات على المطالب، في الصبر، وخاصة في اللاعنف. يا جماعة، اللاعنف ثم اللاعنف ثم اللاعنف هو اللي راه ينخر في أعمدة النظام. إذا وكان درناها عنفية، كما بعض الناس يقول لك إيه لا عنف ولا عنف، وكان درناها عنفية، واحد ما يجينا، لا القضاة ولا سونا الغاز ولا سونا تراك. اللا عنف نعم ياخذ وقت، ولكن في الجزائر إذا قارناه بتجارب أخرى، التجارب تقول بين 5 إلى 7 سنوات. رحنا إن شاء الله 8 شهور، 9 شهور، رحنا داخلين في العاشر. إن شاء الله يكون آخر شهر باش نروحوا لحوار حقيقي، لحوار جاد، لإيجاد الحلول الناجعة والتي يتسناها الشعب الجزائري. ماشي لجنة كما يسمونها مستقلة في نهاية المطاف جابت لنا أولاد بوتفليقة. كنا نقولوا أولاد فرنسا، رحنا مع أولاد بوتفليقة، يعني أولاد فرنسا في نهاية المطاف. إخوتي الكرام، غدا يوم عظيم أيضا، يجب أن يكون كما قلت العدد يتكاثر، أن الطلبة يمشوا معهم قاع القضاة، المحامون، الناس تاع سونا الغاز، تاع سونا تراك، النقابات إلى آخره. يجب التصعيد وبصورة أكبر فأكبر منذ يعني من بداية 1 نوفمبر. 1 نوفمبر مرة أخرى كان يوما عظيما في تاريخ الجزائر، كما كان 1 نوفمبر 54، ولكن هذه المرة كان لا عنفيا، ولا عنف هو المسار الوحيد اللي باش يجيب الحقوق الجزائريين، هو المسار الوحيد اللي باش غدوة الجزائريين لبناء دولة العدل والقانون. لا عنف هو اللي يسمح، ماشي يجي جماعة يقول لك احنا جبناها بالسلاح، لأن هذا الفوز سوف يكون فوز الشعب كله، كل الشعب الجزائري، كل المواطنين يحسوا باللي الفوز تاعو أيضا، لأنه كل واحد، كل الجزائريين ساهموا، كل الجزائريين ساهموا منذ 22 فبراير. مرة أخرى إن شاء الله غدا يكون يوم عظيم للطلبة، وإن شاء الله مرة أخرى يكون ملحمة مع كامل الفئات تاع الشعب الجزائري. باش ما نطولش عليكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.